ريكورد، يعطيكم العافية. صراحة بلش الشرح شابتر 6. شابتر 6 بحكي لي عن ستراكشر اناليسيز. ستراكشر اناليسيز يعني تحليل انشائي. احنا بتخصص الهندسة المدنية عندي شيء اسمه ستراكشر. ستراكشر هو المنشأ. منشأ بنقسم لثلاث شغلات أساسيات وفي شغلات فرعية. والمنشأ هو اللي حكينا عنه خمسة، هو تمام. منشأ ثاني اسمه فريم. فريم اللي هو عبارة عن البيم اللي هو الجسر حكينا عنه، ومربوط بالكولومات. يعني لما نحلله بنحلل الكولوم والبيم سوا. ها هذا ايش فريم. وفي عندي شيء اسمه ترس. ترس هو نفس الفريم، بس هون هسه هاي الوصلة الموصولة هون صار موصول بشيء اسمه فيكست، يعني طولات سوا زاقين سوا. الترس لا، الترس بيكون عبارة عن وصلات، وصلات ببعض مثلا زي هيك. الوصل اللي بينهم هنج. هنج ايش يعني؟ بين يعني عليه بس اكس وواي. هنج بالرابط بالاكسترنال سبورت زي هيك تمام، يعني بتكون دائرة زي هيك. التوصيل بينهم دوائر. هاي ايش؟ ممبرز. هسه بدناش نفوت على شابتر 7 ونحكي شو الفرق بين هذول الثلاث، مش راح نفوت على شابتر 7. بكل بساطة احنا مشان نوجد اي قوة داخلية بالحياة، هسه لما كنا نشوف الكيبل نوجد بالكيبل اللي هو الحبل كنا نقطعه من قوة تنشن صح؟ تقولي اه. البيم ما تقطعه زي هيك تشوف تحليله من جوا، بكل بساطة عليه ثلاث قوى. نورمال فورس بسموها، شير فورس، ومومنت فورس تمام. بندك مومنت فورس. الفريم نفس الفكرة، بقطعه بيطلع عندي شير مومنت نورمال تمام. التراس لو بدي اقطعه ما بيطلع منه الا قوة واحدة بسموها اكسيال فورس. اكسيال فورس اللي هي عبارة عن النورمال فورس. فالتراس بيختلف عن بيم والفريم، لو انا اقطعه ما بنتج عنه الا قوة واحدة اسمها اكسيال فورس. طبعا في عندي اشياء ثانية اسمها الارتش اللي هو زي القبة، تحليل القبة. وفي عندي اشي اسمه الكيبل اللي حكينا عنه، الكيبل موجود بشابتر 7. فهاي الشغلات اللي احنا بالهندسة المدنية، بس احنا اغلب الهندسة المدنية ما باخذ له ثلاث شغلات، بيم وترس وفريم. البيم تعلمنا بس كيف ايجاد الرياكشن له، والتراس تعلمنا كيف ايجاد الرياكشن له. التراس نفس البيم كرياكشن، بس ضل علينا نوجد القوة الداخلية. القوة الداخلية اللي هي الانترنال فورس اللي هي شابتر 7. فاحنا بناخذ تمهيد هسه لشابتر 6 تمهيد لشابتر 7. التراس احنا حكينا عبارة عن وصلات، يعني هذا الشيء اللي بنشوفه بالحياة. هاي وصلات، هاي وصلة، هاي وصلة، هاي وصلة، موصولين ببعض مربوطين بانترنال هنج. هسه هذا الشيء الوصلة بسموها ممبر تمام، بسموها ممبر. دائما الوصلة اسمها ممبر. فهون راح يطلب مني اوجد القوة بهذا الممبر، وعند الاشي اللي بوصل بينهم اسمه جوينت. هاي المصطلحات بدنا نعرفها. يعني هذا اسمه جوينت بي، جوينت دي، جوينت سي، والمنبر اسمه اف، المنبر بي سي، سي دي، وهكذا. فاهم اشي نعرف انه الوصلة اسمها منبر والاشي اللي واصل بينهم اسمه جوينت. فهون بصنف لي انواع التراس. هذا بسموه سمبل تراس بالحل مباشرة. يعني في عندي هون مثلا برج تراس اللي هو الجسر، اي جسر بالاردن مثلا تلاقوا شكله زي هيك. فهذا التراس بنحط له جسور، وهي هيك بكون شكل القوة عليه. ما ليش بتحليلهم احنا هسه نتعلمه بطريقة ثانية. طيب هسه المنبر هي اللي حضر فيديوهات شابتر 3 اتوقع ذاكر هذا الشيء. هسه احنا الجسم هذا لو اثرنا عليه بقوه خارجه منه زي هيك، وبنفس الوقت مشان يصير اتزان بده تكون هاي القوه لتحت، وعندي هاي لو انا اثرتها لتحت زي هيك، وهاي اثرتها لتحت زي هيك مشان يصير اتزان. لو انا هذا الجسم انا قاعد بمده لفوق ومن تحت بمده لتحت، فهذا ايش بعمل فيه؟ بشده، قاعد بشده. فهذا بسموه تنشن. تنشن تمام، كده تنشن زي هيك والله ما اعرف. تنشن تمام. وهذا ايش؟ كومبريشن، ضغط، شد وضغط. طلعت عرفت بالانجليزي
تمام؟ فأنا لو مسكت المنبر هذا وضغطته بكون اسمه كومبريشن، يعني بضغط فيه، وأنا لو مسكت المنبر هذا وشديته بكون تنشن. فإحنا دائما بالتراس مش راح نوجد بس قيمة الفورس هاي، مش راح نوجد بس قيمة الفورس هاي، راح نوجد كمان شو نوعها، هي ضغط أو شد. هذا الأشي بهمني أعرف إنه هذا بشد ولا ولا بضغط. طب كيف بدي أحددهم؟ كل بساطة زي هيك، بشوف كيف المنبر شكله ومنحل. طبعا التراس في له طرق حل كيف نوجد هاي القوة، راح اعطيكم الطريقه التقليديه تبعت الكتاب، وبنفس الوقت اشرح لكم انا شيء متقدم، مش متقدم تاخذوا له قدام، لا شيء من تجارب عرفنا كيف نحل التراس بسهوله. طيب في عندي طريقتين لحل التراس مشان اوجد المنبرات بالتراس هذول، في عندي طريقتين، طريقه اسمها ميثود اوف جوينت بسموها جوينت ميثود، وعندي طريقه اسمها السكشن ميثود. جوينت ميثود شو يعني؟ شو قلنا اسم الجوينت؟ الجوينت يعني هذا الشيء اللي واصل بين الشغلات، هاي هذول اسمهم جوينت. تمام، جوينت ميثود بقول لك انه امسك لي كل جوينت وحطه على جنب وشوف شو القوه اللي عليه. تمام، يعني هذا ترس، هذا ترس هو حكى لي انه اسمه ترس، وغير هيك عليه في دوائر هون، في دوائر هون. هذا الترس شو بقول لي؟ حله. فانا اول خطوه دائما بوجد الرياكشن، بس انا هاي ما بحبها. تيجي تحكي لي دائما اوجد الرياكشن، بقول لك لا انسى، مش هيك، مش كل الاسئله ممكن توجد رياكشن بالبدايه. وهسه راح اعطيكم مثال راح تنلخم وتحكوا كثر. طب انت ما وجدت رياكشن، كيف حليته؟ مش شرط. طريقه الجوينت ميثود بقول لك امسك كل جوينت وحله، ما بقولكش وجد رياكشن اول، بس احنا كون بسيطين وسهلين شو بنعمل؟ نوجد رياكشن بالاول، نتعاون مع الكتاب. هذا رولر سبورت عليه رياكشن زي هيك، هاي قوه 500، فمعناته البن سبورت بيعمل لي رياكشن هيك، وهذا بيعمل لي زي هيك. طبعا واحدة راح تكون لتحت وواحدة راح تكون لفوق، فانا ما بعرف شو بفرضهم زي ما بدي. هاي القوة 500، والله باخذ المومنت عندي السي مثلا، كل 500 في 2 تساوي اي واي في 2، معناته هاي بدها تساوي برضه 500، فبالتالي هاي بدها تكون سالب 500. فانا شو بعمل فيها؟ بكل بساطة بعكسها، بحكي هاي مختارها. طبعا انا هي حسبتهم انا على النظر، يعني انتم لا بتمسكوا سيجما اف اكس سيجما اف واي سيجما مومنت وبتحلوا، تمام؟ لا هم العكس، مش هيك. هاي 500، هاي 500 لفوق، هاي 500 لتحت، تمام؟ طبعا انتم بتحسبوهم يدوي وبتمشوا. كيف حسبتم؟ عادي اخذت سيجما مومنت عند السي، هاي بتعمل لي مومنت هيك، فهي مشان الاتزان لازم تعمل لي مومنت هيك. عادي بحل انا طريقه تقليديه، السالب بعكس الاشاره وكذا. هذا التراس هيك الرياكشن، بس بدي اوجد القوه اللي بالمنبر. انا هذا بدون ما احل ترس هذا بقدر اقول لك القوه بالمنبر، هاي 500 تنشن وهاي 500 تنشن، وهاي بحلها على التحليل، تمام؟ بس لا، انا بديش اخليك سفاح من هسه، لا هسه مشان احل هذا الترس بقول لي خذ كل جوينت لحال. فبدي امسك انا الجوينت بي، بدي ارسم جوينت بي، هاي جوينت بي، تمام؟ هذا جوينت بي، خلني اكتب جواته بي. جوينت بي شو عليه قوه؟ راح تقول لي عليه قوه 500، بقول لك ممتاز. خلنا ارسم القوة بلون ثاني. عليه 500. طب شو راح تقول لي عليه كمان؟ راح تقول لي والله عليه المنبر اي بي، المنبر اي بي. شو بعمل انا؟ بفرضها تنشن. تنشن اللي طالعة من الجسم، بفرضها طالعة من الجوينت. زي هيك. هاي قوة اي بي. وراح اقول لك كمان في عندي منبر مايل زي هيك. زي هيك. راح تقول لي هاي ايش هي؟ بي سي. طيب هاي بي سي شو بعمل فيها؟ بكل بساطه البي سي هي مايل بزاويه، اذا هاي 45 اذا هاي 45، فاذا هاي الزاويه 45، فاذا البي سي تتحلل عندي بي سي كوساين، بي سي ساين 45. وشو بعمل؟ بمسح الاصليه مشان ما نعجك فيها، تمام؟ شو بقول لك بعدين؟ اخذت انا الجوينت بطبق عليه معادلتين الاتزان الحلوين، سيجما اف اكس تساوي 0، سيجما اف واي تساوي 0. خلص السؤال، شايفين ما احسنه وما اسهله؟ مش سهل بس طويل، مش صعب بس طويل. فانا لو اخذ سيجما اف اكس تساوي 0 راح تقول لي 500 زائد بي سي كوساين 45 تساوي 0. اذا بي سي تساوي كذا سالب، صح؟ شو يعني سالب؟ يعني عكس فرضي. انا كيف فرضتها؟ فرضتها زي هيك، ف
فهي كيف بتصير؟ بتصير زي هيك، لما صارت زي هيك ضغطت على الجوينت، لما تضغط على الجوينت يعني البي سي كومبريشن. هسه هون مش واضحه الشكل كيف، تمام؟ نرجع نعيد. قال لي زي هيك، والبي سي بعد ما فرضتها طلعت سالبه، انا فرضتها لليمين طلعت لليسار، صارت زي هيك. فقوه بي سي زي هيك معناته هاي كومبريشن، بتضغط على الجوينت. طب انا بدي اوضح لك اياها اكثر من هيك. في رسم اسمها الرسم التفصيليه، انا بفصل التراس تفصيل. كيف يعني؟ هذا الجوينت بي، تمام، برسمه زي هيك، والجوينت اي من تحت برسمه زي هيك، والجوينت سي برسمه زي هيك، تمام. بقول لك عليه منبرات، المنبر اي سي زي هيك، والمنبر اي بي زي هيك. فانت المنبر هاي كيف ترسمها معي؟ مش راح ترسم معي كل هاي المنبر. بس انا هذا التراس فصلت لك اياه تفصيل، تمام؟ رسمت لك كل منبر لحال وشو عليه فورس. انا شو حكيت لك؟ افرض كل القوه تنشن، افرض كل القوه تنشن. هسه القوه الاصليه هاي 500 منبر، خلينا نرسمها هسه بالوان. راح تقول لي هون في عندي 500، راح تقول لي هون بدي افرض القوه تنشن. كيف يعني القوه تنشن؟ يعني طالعه من المنبر، احنا المنبر اللي بيكون تنشن مش الجوينت، صح؟ صحو، تمام. هاي القوه ايش اسمها؟ بي سي. وهاي القوه اسمها بي سي. طيب راح تقول لي هاي قوة اي سي، واي القوة اي سي. اذا فهمتوا هاي الرسمة خلص السؤال. وهاي القوة اي بي، وهاي القوة اي بي، انا فرضتهم تنشن. طيب انا لما اخذ الجوينتات، كنا قبل شوي رسمت لك انه هذا طالع منه هيك وهذا طالع منه هيك، تقول انت بتضحك علي، قبل شوي فرضته لتحت. بقول لك لا، انا لسه ما عملت اتزان هون، ولا عملت اتزان هون، ولا عملت اتزان هون. لما بدي اعمل اتزان، لما بدي اعمل اتزان عندي هاي القوه اي سي هيك، فبدي انا قوه توازنها زي هيك، تمام. عندي هاي توازنها زي هيك، هاي توازنها زي هيك، هاي توازنها زي هيك، هاي توازنها زي هيك، وهاي توازنها زي هيك. هاي القوه بي سي، فهي القوه بي سي. هاي القوه اي بي، هاي القوه اي بي نفس نفسها بتكون، وهاي القوه اي سي، وهاي القوه اي سي، وهاي القوة بي سي. عشان هيك لما اخذت انا هسه الجوينت لحاله زي هيك، شو شوف كيف اخذته، اخذته زي هيك، واخذت القوة ال 500 الاصلية، واخذت البي سي زي هيك، واخذت الاي بي زي هيك. اخذته هيك ولا لا؟ فهي الرسمة التفصيلية. فبكل بساطة هسه لو طلعت معي واحدة منهم، هسه طلعت بي سي اذا لاحظتوا نيجاتيف، طلعت بالسالب عكس فرضي، فشو عملت؟ رحت مسحتها زي هيك، صارت معي زي هيك، صح؟ فهسا اذا انا عكست هاي، هسا هاي بدها تنعكس، هاي زي هيك كانت بتصير زي هيك. فهسا هاي اذا صارت هيك البي سي بدها تنعكس زي هيك، اذا هاي انعكست هاي بدها تنعكس، وهاي برضه راح تنعكس، فبصير الممبر كومبريشن. لاحظوا انه هي صار كومبريشن، هذا الممبر بي سي صار كومبريشن. وقبل شوي رسمنا الرسمه لما رسمنا الوايت بورد، قلنا اذا الممبر بضغط بيكون كومبريشن. طيب لاحظتوا انه عكسنا السهم زي هيك عادي. لما اخذ الجوينت اللي هون، جوينت سي، طبعا الجوينت اي وسي عليهم رياكشن، لا تنسوا على شيء، وبتحل طبيعي. هسه بنحل مثال بالتفصيل، بس هاي رسمه تفصيليه مشان اقول لكم اذا واحد منهم طلع كومبرشن شوفوا كيف بينعكس كل شيء. طيب راح نحل مثال، مثال محلول كانه هذا نفسه، صح؟ نفسه. طيب هذا المثال، هذا المثال حكى لي اوجد الفورس بالمنبر وصنف اذا تنشن او كومبريشن. قبل شوي احنا حلينا السؤال، حلينا نصه تقريبا، حكينا انه هاي 500، حكينا هاي 500، حكينا هاي 500. نكون احسن شوي. طيب هاي 500، وهذا الرياكشن 500، هذا الرياكشن 500، هذا الرياكشن 500.
هاي 45 لنهاية السنة. بي تي هذا التراس أجد القوة بالمنبر بي اي سي بي سي. بدي أعمل ببساطة بأخذ كل جوينت لحال. أنا قبل شوي بلشت بجوينت بي وكان في تحليل وكذا، أنا طبعا بديش أبلش فيه، ببلش عند اي وأمسك الجوينت زي ما هو تمام. جوينت اي بسميه جواته هيك اي. بقول لك شو عليه فورس، راح تقول لي عليه الرياكشن تبع تحت، تقول لي عليه الرياكشن تبع الأفقي، تقول لي عليه المنبر، تقول لي عليه المنبر هو ولا لا. هاي اي سي وهاي بي سي، هاي 500 هسه هذا الجوينت هذا الاشي لحاله عمل له سيجما اف اكس سيجما اف واي. سيجما اف اكس تساوي 0 راح تقول لي اي سي تساوي 500، اي سي ناقص 500 تساوي 0، اذا اي سي 500. 500 طلعت معي موجبه، كيف فارضها؟ فارضها لليمين وظلت لليمين، هاي طالعه من الجسم، طالعه من الجسم اذا تنشن، فهاي الفورس اسمها تنشن. طيب سيجما اف واي تساوي 0 راح تقول لي بي سي ناقص 500 تساوي 0، اذا بي سي تساوي 500. برضو انا فارضها لفوق، يعني طالع مش فارضها لفوق، فارضها طالع من الجسم وهي ظلت موجبه يعني طالع من الجسم، اذا تنشن. فهيك طلعت الفورس بالمنبر بي سي وبالمنبر اي سي. طيب بس بدي اطلع الفورس بالمنبر بي سي، بقدر اخذ الجوينت بي، بقدر اخذ الجوينت سي. باخذ دائما الاسهل او اللي فيه عدد مجاهيل اقل، هم نفس المجاهيل يعني، بس انا بدي ابلش من سي، ارسم سي. فهي الجوينت سي على السريع، في عليه 500 وفي عليه اي سي. اي سي قديش طلع؟ طلع تنشن، فبطلعه طالع من الجسم، قديش طلع معي؟ 500. وعليه البي سي بحلله بفرض تنشن، بي سي ساين 45. طبعا في له تحليل على افقي ما بحتاجوش تمام. فهسه لاحظوا انه اي سي طلع معي تنشن، لو طلع معي كومبريشن ال 500 راح احطها بالعكس تمام، بحطها بالعكس، فهذا باخذ سيجما اف واي تساوي 0، فبيطلع معي بي سي سالب 500 على ساين ال 45 تمام. طلع معي سالب سالب، هسه انا كيف فارضه؟ فارضه طالع من الجسم، اذا الجواب راح يكون داخل بالجسم زي هيك، فبيطلع معي كومبريشن ويساوي 500 على ساين 45 ماله كومبريشن حرف السي. طيب راح تقول لي دائما السالب يعني كومبريشن، بقول لك لا، انا بهذا السؤال انا فرضت المنبرات تنشن، يعني انا لو بدي اروح اتفلسف شوي وامسك هذا جوينت اي، هاي مش بي سي، هاي اي بي، هاي اي بي وهاي اي بي تمام. انا لو بدي اتفلسف شوي وامسك اقول لك اي بي خلي لي اياها هيك تمام، وراح اقول لك سيجما اف واي تساوي 0، بتطلع معي اي بي تساوي سالب 500. طيب سالب 500 يعني كومبريشن؟ بقول لك لا مش كومبريشن، يعني عكس اللي انا فارضه، انا فرضته بضغط بالجسم وطلع سالب، معناته برجع بعكسه لفوق بيطلع معي تنشن تمام. طبعا الرسمه التفصيليه تلاقوها تحت هون. طبعا هذا كل اللي حكيناه، نفس القوة هي ينطرون زي ما هم، وهاي الرسمة التفصيلية اللي أنا رسمتها قبل شوي، رسمت الجوينت بي زي هيك، قلت في عليه 500 طالعة وفي عليه 500 من المنبر اللي هون وفي عليه هاي فرضتها موجبة طلعت معي سالب يعني زي هيك. فالمنبر كيف الرسم؟ زي هيك، فهاي بتعمل لي اتزان وهاي بتعمل لي اتزان، والجوينت هذاك طلع معي زي ما حكيت. اي بي 500 انا كنت بسميها بي سي، مثل ما هذا تمام. فهي الرسمه اللي انا رسمتها، وهي هاي رسمتها بس للجهه هاي تمام. الفكره انه انا بس اعرف شو افرض وكيف افرض، يعني هذا ترس كثير سنه خدنا شيء، هذا ترس، هذا ترس لما كنت نزل ستاتيك كنت نفسي اعرف احله صح، بس لما فهمت المبدا الاساسي فهمته. طيب بدي ارسم الترس انا على جنب مشان ما نغشه، نترس بكل بساطه زي هيك، يعني حتى بديش افرز زي الكتاب من مره،
زي هيك زي هيك زي هيك في عليه في هون خط منقط مشان يميزوا انه من برا او لا. 3 متر 3 متر ليه هون بين سبورت ليه هون رولر سبورت هيك تكعب هاي 400 تمام. ما شفت الحل ولا ذاكر شو ولا شو نسمي الجوينتات جوينت سي جوينت بي جوينت اي تمام. يلا ذكر نغش السؤال زي هيك حكى لي اوجد الفورس بالمنبرات. اول خطوه لا رياكشن ها لا رياكشن كل اللي في عندي رياكشن بس انا مشان الاحساس نشتغل اذا هي عندي لليمين فبفرض الرياكشن لليسار زياده قوه تحت مثلا بفرضها لفوق وهي زي هيك تمام. حط الرياكشن انا زي هيك بدي اطلع الرياكشن من شابتر 5 سيجما اكس تساوي 0 كل هاي سي اكس 1 سي واي 1 تمام. اقول لك انا عندي سالب سي اكس 600 تساوي 0 اذا سي اكس تساوي 600 هاي تساوي 600 خلص امسح الحل تمام. بعدين سيجما اف واي سيجما مومنت مثلا عند السي مشان اتخلص من الرياكشنين تساوي 0 حقول لك عندي 400 كم في 3 زائد 600 في 4 سالب AY 6 تساوي 0 اذا AY تساوي خلينا نحسبها 400 3 تقسيم 6 بيطلع معي AY 600 انا اي واي 600 افتح الحل غلطت بالرياكشن بغلط منظر امتحان كامل سيجما اف واي تساوي 0 كل سي واي زائد واي زائد 400 تساوي 0 واي كم 600 سي واي سالب 200 سي واي سالب 200 انا فرضها لفوق انزلها لتحت سالب 200 خلاص شو سالب 200 سالب يعني عكس الاتزان تمام. كنا اوجدت الرياكشن صح ولا لا؟ سي واي سي واي 200 وطلعت معاه موجبه شو كان فرضها؟ كان فرضها لتحت ايش؟ ما انا حليت انا فرضتها لفوق وطلعت معي سالبه حطوا ايش؟ في اكس طلعت معي انا 600 اكس 600 اي واي واي هو اصلا ما احسبها لانه مش بحاجتها اقدر اني ما احسب شايفين مش شرط اني دائما احسب كل الرياكشن. طيب احنا وجدنا الرياكشن الخطوه بدي اعمل جوينت ميثود امسك جوينت وبحلله. طبعا الاليه اللي باخذ فيها الجوينتات بحكي لك دائما خذ الجوينت اللي عليه مجهولين فقط. انا لو وراه على سي لاحظ انه عندي معلومات صاروا بطلوا مجهولين الرياكشن عليه 600 و200 معلومات كم مجهول عليه؟ عليه بي سي وعليه سي دي عليه مجهولين بس راح تقول لي اه خلص ارسمه يلا هاي سي هاي سي شو عليه؟ عليه 600 وعليه 200 وعليه بدي افرض البي سي تنشن وبدي افرض السي دي تنشن دائما بحاول افرض تنشن بس انا لو مني على النظر بفرضهم العكس مباشره حتقول لي هاي 600 حتقول لي هاي 200 وراح تقول لي هاي سي دي وراح تقول لي هاي بي سي سيجما اف اكس تساوي 0 بيطلع معي بي سي سالب 600 سالب يعني عكس الاتجاه عكس الاتجاه ويساوي 600 ايش؟ فرضت تنشن طلع سالب فصار كومبريشن. وبنفس الطريقه سي دي تساوي سالب 200 وتساوي 200 برضه كومبريشن.
تمام. فأنا هون طلعت CD طلعت BC. طيب قديش طلعتهم كومبريشنات؟ تمام طلعتهم كومبريشنات. فأنا لأنه ما في رسم بدي أصير أحل وكلكم كيف حليت وبمسح الرسمة. كم طلعتهم؟ أكتبهم على الرسمة نفسها. طلعت معي هاي 600 كومبريشن وطلع معي 200 كومبريشن. تمام. ليش أنا حطيته كومبريشن؟ مشان هسه بدي أخذ الجوينت دي. تمام. الجوينت دي شو عليه مجهول؟ عليه المجهول بي دي وعليه المجهول اي دي، بس ما عليه دي سي. ليش؟ أنه صار معلوم. بس بدي أرسم الجوينت دي. هاي الجوينت دي تقول لي هذا دي، رح تقول لي عليه ايش 600 لليسار، وتقول لي تمام لليمين. تمام. ورح تقول لي عليه دي سي، دي سي كومبريشن ولا تنشن؟ رح تقول لي كومبريشن، كومبريشن يعني بضغط فيه. شوفوا كيف؟ ما فرضته تنشن مباشره، لا خلص طلع معي. ما هو رح تقول لي اي دي بفرضه تنشن والبي دي بفرضه تنشن، فهاي 200 او بفرضه لفوق وبحكي عنه سالب 200 عادي، بس ما بدنا نفوت فلسفه زي هيك. رح تقول لي هاي اي دي وراح تقول لي هاي بي دي. تمام. كم مجهول عندي؟ عندي مجهولين، سيجما اف واي تساوي 0، وراح تقول لي عندي سالب 200 زائد بي دي. طيب عندي هاي 3، عندي هاي 3 وهاي 4 في الوتر 5 في الافقي. هسه انا ايش ماخذ سيجما اف واي، فباخذ 4 على 5 تساوي 0، فبي دي بيطلع معي موجب، اذا بي دي تنشن. كم بيطلع معي؟ 200 ضرب 5 تقسيم 4 بيطلع معي 250. بي دي بيطلع معي 250. ايش طلع معي؟ موجب، لانه قلت الطرف الثاني موجب، فموجب ايش يعني؟ تنشن. ليش موجب تنشن؟ لاني انا فرضه تنشن، مش لاني انا دائما خلص موجب يعني تنشن، لا. بعدين سيجما اف اكس تساوي 0، راح تقول لي سالب اي دي لانه من اليسار، راح تقول لي عندي سالب بي دي اللي هو سالب 250. يعني شايفين هاي طلع تنشن بس وصلته سالب. ليش؟ انا اتجاه لليسار. انا التنشن والكومبريشن حسب شو بياثر، بيطلع من الجسم او داخل من الجسم. بعدين زائد 600 تساوي 0، فبيطلع معي اي دي. كم بيطلع معي اي دي؟ 600 ناقص 250 بيطلع معي 350، برضه تنشن، برضه تنشن. فبكتب على الرسمه اي دي 350 تنشن وبي دي طلع معي 250 تنشن. شو ظل علي؟ ظل علي الجوينت A، باخذ سيجما اف اكس وسيجما اف واي بطلع البي دي، بس 350 مالها تنشن. فلما ارسم زي هيك هذا الرياكشن 600 وهذا اي دي ماله تنشن، فبرسم التنشن طالع هيك 350. وشو في عليه؟ عليه اي بي مايل، عليه اي بي مايل. تمام وبحله. طيب نشوف اللي طلعن معي صحيحات ولا لا. اي بي 750، انا اصلا ما وجدت اي بي. اي دي 450، انا طلع معي 450. طيب شو غلطي؟ طيب خلينا نشوف شو غلطي. هو غلط حسابات ترى، بس بي دي 250 تنشن صح، دي سي، دي سي هيو 200 كومبريشن، هيو 200 كومبريشن، و سي بي 600 كومبريشن، 600 كومبريشن. انا غلط بحسابات هون. 200 200 ضرب 5 تقسيم 4 250. طيب 250 صح. شو غلط؟ والله ما اعرف شو غلط. طيب شو غلط؟ تين وخمسين، تين هذا أخذت سيجما اف اكس ادي دي زائد بي دي. هون لما عوضت 250 لازم احللها، احللها اعتذر، بعتذر جدا، احللها. احليت بي دي واخذت سيجما اف اكس هون، عوضت 250، لا هي 250 في 3 على 5
بس هاي غلط. اي زائد 600 بيطلع معي 450. اي بس هاي غلطي تمام، وبحل طبيعي. شفتوا غلطت بالمنبر، غلط كنت راح اغلط بالمنبر هذا لو اخذت سيجما اف اكس، مش مشكله. ففكره التراس جوينت ميثود واضحه. جوينت ميثود كل بساطه بمسك كل جوينت بشوف عليه اقل مجاهيل. يعني شوفوا هذا السؤال، بدي ارسم لكم سؤال، برسم لكم سؤال. هذا بن وهذا بن تمام. راح اقول لك هذا شو عليه رياكشن، عليه هيك وعليه هيك، هذا شو عليه، عليه رياكشن هيك ورياكشن هيك، وهذا في لوت عندي هون تمام. هذا السؤال انا قلت لك وجدت لي رياكشن. طيب خذ المومنت عند هون بطلع الرياكشن العمود اللي هون، خذ المومنت عند هون بطلع الرياكشن العمود اللي هون. طيب الرياكشنات الافقيه شو اعمل فيهم؟ ما بعرف، خليهم مجاهيل. طيب بدي اخذ جوينت ميثود، انا ممكن اجد الرياكشن من الجوينت ميثود ترى. طب واخذ الجوينت هذا عليه مجهول، مجهولين ثلاث ما بعرف احله، باجي هون عليه مجهول، مجهولين ثلاث ما بعرف احله، باجي هون عليه مجهول، مجهولين ثلاث ما بعرف احله، باجي هون مجهول، مجهولين ثلاث ما بعرف احله، تعال هون عليه مجهول، مجهولين، وهي القوه مثلا خمسه تمام. وفي مسافات يعني بقدر اوجد منبر هذا وبقدر اوجد منبر هذا، خلصت. باجي على هذا الجوينت، هذا معي صار، هذا مجهول وهذا مجهول، بخلصه بقدر اوجد هذا وبقدر اوجد هذا. باجي هون هذا اوجدته، هذا بقدر اوجده وهذا بقدر اوجده، خلصت. باجي هون كم مجهول عندي، كم مجهول عندي؟ واحد اثنين، هذا طلعته خلصته، وسيجما في اكس خارجيه بطلع هذا وبقدر اطلع كل التراس. فاذا بتلاحظوا مش شرط انه كان عندي اربعه بين اني هيك احل، او انه مش داخل او ما بعرف احله، لا. بدك تعرف دائما طريقه الجوينت ميثود، افوت على يعني اذا بدي احل بحل على المنبر اللي عليه مجهولين. يعني انا هذا افرض ما اوجدت الرياكشن تمام، تاخذ جوينت سي، لو اموت ما بطلع ولا جوينت لانه مجهيل بعدهم. بس لو جيت مثلا هون، هون وكنت موجد هذا الرياكشن، بقول لك هذا معي وهذا معي، خلص السؤال. بس انا قبل شوي حليت السؤال، فرضا الكتاب حل السؤال بدون ما اوجد رياكشن، ايه يعني هاي مجهوله ايه واي تمام، او حليت انا السؤال وصلت لهون، بدي اخذ جوينت ميثود عند ايه، بقول له اي واي مجهوله، اي دي معي صح، طلعتها عليها صح انه طلعتها، واي بي ما طلعتها. طيب بس لو اخذ انا سيجما اف واي ما راح اعرف اطلعه، ليش؟ انه الاي واي مش معي. بس لو طلعت سيجما اف اكس بطلع الاي بي بدون ما اطلع اي واي، ولو بعدين برجع اخذ اي واي بقدر اطلع اي واي من خلال المنبر، مش من خلال الرياكشن، مش من خلال معادلات الاتزان الاصليه. عشان هيك التراس مش زي البيم، ما فيش داعي اوجد رياكشن الا اذا اضطريت، الا اذا اضطريت. حاول دائما فوت على المنبر اللي عليه مجهولين. طبعا هذه الديترمنتس والستابيليتي غير عن البيم والفريم اللي شرحناهم قبل هيك، له طرق ثانيه للتراس كنت متعلمهم نتعلمهم معهم. طيب في هسه هذا السكشن اسمه زيرو فورس منبر. هسه انا بالتراس مش رح ناخذ تراس زي هيك، ثلاث منبرات واربع منبرات. هسه مرات ممكن احل 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 ويطلع نصهم اصفار. طب تحكي لي نصهم صفر شو اسوي؟ طب ليش انا حليته وغلبت حالي؟ لا، انت هسه من خلال النظر تقدر توجد الاصفار بالتراس. شوف هذا المنبر تحكي مباشره هذا قيمته صفر، لا هذا قيمته ثلاث، هذا قيمته خمسه من النظر. شايفين التراس مش طويل، بس اللي فاهم مظبوط وبيعرف كيف يستعمل بحل بحل. طيب نيجي هون الزيرو فورس ممبر، ما بحبش انا اشرح طريقه الكتاب بكرهها. الزيرو فورس ممبر بحكي لي انا من خلال النظر بعرف احل هذا التراس، اعرف هذا جون، بعرف انه هذا زيرو او لا، وبقدر اعرف انه هذا تنشن او كومبريشن او لا. كيف؟ بقول لك في عندي حالات. لو انا عندي ممبر زي هيك وممبر زي هيك وطالع منهم واحد زي هيك تمام، هاي دائره، هاي دائرة، هذا جوينت يعني تمام، هذا جوينت بي، وهذا مثلا منبر بي سي، هاي قوة زي هيك بي سي، اي بي بي دي. انا بحكي لك لو عندي انا منبرين، منبرين على نفس الاستقامة، يعني لاحظ انه هذول على نفس الاستقامة هايهم سوا تمام، وعندي واحد طالع منهم، بقول لك هذا قيمته صفر، هذا قيمته صفر على النظر
أشوف منبرين على نفس الاستقامة اللي طالع منهم صفر عادي، لو كان مايل زي هيك، هاي صفر هاي صفر هاي صفر هاي صفر هاي صفر، كلهم صفار كلهم صفار، بمجرد ما عندي منبرين ومنبر ثالث طالع منهم بكون زيرو. طب كيف نضربها مثال؟ مثال تطبيق مباشر، كل حالة نحلها وعليها مثال. هاي هذا جوينت جي عليه منبر زي هيك وعليه منبر زي هيك، والثالث طالع منهم هذول على نفس الاستقامة، راح تقول لي اه معناته هذا المنبر زيرو، منبر سي جي زيرو. طب لما تحكي لي من هون تحكي لي في منبر منبرين ثلاث اربعة خمسة، كيف هذا صفرته؟ بقول لك انا بتطلع على الجوينت، بتطلع على الجوينت، ما بتطلع على المنبر وين مكانه. يعني انا بروح على المنبر بشوف بشو موصول فوق وشو موصول تحت، بشوف هذا الموصول من تحت بس بشغلتين وثالث طالع منهم، بقول لك خلص ايزي. اما تقول لي اللي فوق عليه طالع هيك وطالع هيك، انا ما ادري باللي فوق، بشوف جهه واحده، جهه واحده حققت لي الشرط، خلص الجهه الثانيه ما في داعي اشوفها. تمام، هسه هذا طلعه طالع هيك منبرين، هذا المنبر على نفس استقامه هذا وهذا طالع منهم، اذا بي اف يساوي زيرو. طب راح تقول لي هذا هذا طالع وهذا طالع على نفس الاستقامه وهذا طالع منهم، تقول لي هذا زيرو، بقول لك لا هذا مش زيرو، هذا يساوي قيمه الاثنين. ليش ليش هسوق لكم ليش، بس خلينا نخلص الثلاث حالات. فاول حاله عندي، اول حاله عندي مشان اعرف التراس في منبر زيرو ولا لا، اذا عندي منبرين على نفس الاستقامه وواحد ثالث طالع منهم وما في قوه خارجيه، تكون قيمه اللي طالع منهم زيرو. تمام، عادي ها، هاي هيك وهاي هيك، وهذا طالع منهم هذا زيرو. طيب بديش هذا اللي طالع منهم، طالع منهم هيك شكله زيرو، طالع منهم هيك زيرو، نازل منهم لتحت زيرو، فكله زيرو بس عليه قوة خارجية لا بصير له قيمة. تمام، طيب الحالة الثانية بيقول لي إذا الزاوية بين المنبرين أقل من 180، يعني عندي منبر زي هيك عندي منبر زي هيك، بقول لك هذا قيمته صفر وهذا قيمته صفر مباشرة، فطلع على المنبرين لهم زاوية أقل من 180 لا تساوي 180 لا تساوي 180 مباشرة زيرو. كيف يعني؟ يعني لو عندي منبر زي هيك منبر زي هيك، بقول لك هذا قيمته زيرو وهذا قيمته زيرو، بس لو كان عندي قوة خارجية زي هيك لا هذا بصفر ولا هذا بصفر. تمام، فدائما إذا عندي الحالة الأولى اثنين على نفس الاستقامة واحد طالع منهم هذا زيرو، الحالة الثانية منبرين هاي الثيتا ثيتا لا تساوي 180، بقول لك الجوز زيرو الجوز زيرو. الحالة الثالثة هي نفس الحالة الثانية، لو عندي أنا منبرين زي هيك تمام عاد زاوية 90 ما ليش فيها، وعندي قوة زي هيك، بقول لك القوة هاي تعامل معاملة منبر، فالثالث طالع منهم زيرو. ليش زيرو؟ لأنه قلبت زي الحالة الأولى، قوة على نفس استقامة المنبر واحد ثالث طالع منهم الثالث زيرو. طيب هذول نمثلهم بالأمثلة اللي هون، هنا المنبر دي بتطلع على ترس زي هيك، قبل ما أحاول أفكر فيه بقول لك منبر دي سي والمنبر دي إي هم عبارة عن منبرين الزاوية بينهم مش 180 وما في عليهم أي قوة خارجية، في عليهم قوة هون، راح تقول لي لا، فمباشر بقول لك هذا زيرو وهذا زيرو، وبروح بمسحهم من الرسمة ولا كانوا موجودين، خلص أنا مسحتهم، هذول هذول اللي باللون الأسود هذول مش موجودين. بروح على سي، بروح على سي، بلاحظ انه في عندي منبرين الزاويه بينهم مش 180 بس في عندي لود خارجي، خلص ما بطلع عليهم. بروح على الجوينت اي، بلاحظ الجوينت اي عليه منبر منبرين ثلاث، راح تقول لي الرابع موجود، لا الرابع اصلا مسحته ما بدي اياه. طيب بروح على هذا، بلاحظ الرياكشن له هيك، هسه هذا مسحته وهذا مسحته، الباقي ما مسحته ما خليني اخليهم. تمام، هسه بلاحظ انه هذا بيعمل لي رياكشن هيك، مثلا بيعمل لي رياكشن هيك، طيب ماليش فيها، هذا منبر طيب هيك وهيك، الزاويه بينهم مش 180 هي الزاويه بينهم 90، الزاويه بينهم مش 180، في لود خارجي لا، معناته هذا المنبر زيرو وهذا المنبر زيرو. تمام، هذول ايش؟ مسحتهم من الرسمه. طيب تروح على الجوينت بي عليه 1 2 3، هذا ايش؟ خلص صفر ما بدي بمسح من الرسمه، معناته مش زيرو. طيب روح على الجوينت اي عليه منبر منبرين، معناته ايش؟ مش زيرو، ليش؟ انا في قوه خارجيه. تمام، فشو الزيرو فورس منبر؟ شو المنبرات اللي قيمتهم زيرو؟ راح تقول مباشره دي سي اي دي اي بي اي اف، هذول قيمتهم
زيرو. طبعا انا ليش شو هذا المبدا اللي بشتغله؟ يعني عندي هذا المنبر وعندي هذا المنبر، تمام، هذا تراس، هذا تراس، ليش هذول قيمتهم طبعا هون إيه؟ ليش هذول قيمتهم زيرو اذا ما في لود خارجي؟ ليش؟ انا بكل بساطه انا فعليا بطبق طريقه هذا بي، بطبق طريقه الجوينت ميثود، تمام. فلاحظ انه هذا هيك مثلا وهذا هيك، بلاحظ انه هذا بحلله هيك والثاني بحلله هيك وهذا بحلله هيك وهذا بحلله هيك. لو اخذ سيجما اف اكس هذا بلغيها، تمام، هذا بلغيها ومباشره بلغوا البعض اللي تحت. طيب الحاله الثانيه قلناها ايش؟ لاحظوا هون انه هون هذول طالعين من بعض، معناته ما بفيدني، وهون اخترقهم بفيدني، هون ما بفيدني، هون بفيدني، هذا ما في ولا شيء زيرو. شو دي اي؟ هذا هذا الشكل هذا ما في ولا شيء زيرو. ليش؟ طب راح تقول لي هذا الجوينت بس ثلاث منبرات، فيهم واحد اثنين ثلاث، بقول لك هذا مش على استقامه، هذا في بينهم زاويه، اذا كانت الزاويه بينهم 180 ماشي، غير هيك لا. طيب هذا المنبر، لاحظ انه هذا هيك وهذا هيك وهذا طالع منهم مباشره هذا زيرو. طيب هذا هيك وهذا هيك، هذا طالع منهم اذا هذا زيرو، فهذول صفروا. تيجي هذا هيك وهذا هيك، هذا ما بدي اياه هسه، هذا زيرو وهذا زيرو، خلص ما في صفار غيرهم، اللي هم بس اي دي و اي سي، في دي اي لا بس لا محدد لي انا. طيب لاحظ هذا هنا ما في ولا شيء زيرو. طيب هذا التراس، بلاحظ اول شيء بطلع على المنبرات، هذا في طالع من هون طالع من هون وهذا طالع من هون، يلي اي واحد فيهم هذا، هذول اللي تحته، يلي تحت هذا، هذا الشكل عندي، هاي القوة بي، وهذا جوينت منبر قصدي، وهذا منبر، وهذا في عندي رياكشن هيك مش على نفس استقامة المنبر هذا، وهذا عندي هيك ماليش فيها، عندي هذا افقي عمودي هيك هيك. بلاحظ بدأ شو عندي الحالات الثلاث، اذا عندي منبرين وواحد طالع منهم، في هون عندي منبرين وواحد على نفس الاستقامة وواحد طالع منهم، طلع هذا مش على استقامة هذا، وهذا المنبر مش على استقامة المنبر هذا، وهذا مش على استقامة الرياكشن، فبالتالي الحالة الأولى ولا حالة بيشبهها. طيب الحالة الثانية اللي هو منبرين الزاوية بينهم، منبرين الزاوية بينهم 180 مش 180، بتطلع هون الزاوية بينهم مش 180، تمام، بس في قوة خارجية، معناته الحالة هاي ما بتفيد، وهون نفس الشيء في عندي رياكشن معناته ما بتفيد، وهون نفس الشيء عندي رياكشن برضه ما بتفيد، معناته هاي الحالة ولا واحد فيهم زيرو. طيب طلع ايش الحالة الأخيرة؟ قوة بدل منبر أو رياكشن بدل منبر، في نفس طبقت هذيك الحالة برضه لا، وبالتالي ولا واحد زيرو. بس هاي الفكرة، هاي شو أول حالة؟ منبري مثلا الزاوية بينهم مش 180، بتطلع هذا رياكشن هذا رياكشن هذا رياكشن، هسا هذول الزاوية بينهم مش 180 بس في رياكشن خارجيات، معناته هذول مش زيرو. بنفس الطريقة هون هذول الزاوية بينهم مش 180 بس في منبر خارجي لود خارجي، معناته ايش؟ مش زيرو. بس لاحظ انه هون منبرين على نفس الاستقامه وهذا طالع منهم، معناته هذا زيرو، وهون نفس الشيء منبرين على نفس الاستقامه وثالث طالع منهم برضه زيرو، فبصفوا بس هذا وهذا. فانا لو هذول عندي هسه انمسحوا وهون ما في عندي رياكشن، بقول لك اي بي واي اي برضه زيرو لانهم انمسحوا وما عندي لود خارجي، لانه صارت الزاويه بينهم مش 180 وهذول ما في شيء جواتهم، بس هون حاليا في منبرات او في رياكشن فلغى التصفيره. بس راح نحل مثال، هذا المثال حكى لي using the joint method determine all zero force member، فانا نص الطريقه، هذا طالع منه
وهذا طالع منه، فهذا صفر. اف دي زيرو بمسحه من الرسمه، بروح على جوينت اف عليه واحد اثنين، هذا مسحته خلص مش موجود، فاف طالع منهم برضه هذا زيرو. بروح على جوينت جي هذا طالع هيك، وضع نفس الاستقامه، هذا طالع منهم هذا زيرو. طيب فهسه شو صفه من فوق؟ صفه من فوق واحد اثنين ثلاث، معناته ما بقدر اصفر واحد منهم خلص. بروح على جوينت اتش، هذا هيك وهذا هيك، في واحد طالع منهم هون وطالع منهم هون، معناته هذول مش زيرو. طيب هنا في رياكشن وهنا في رياكشن، معناته هذول مش اصفار. طيب هاي البي اتش، البي اتش كم بدها تساوي هسه؟ هاي على نفس الاستقامه، هاي على نفس الاستقامه، وهذول على نفس الاستقامه، فقيمه البي اتش تساوي قيمه اللود. ليش؟ عادي، ها هاي تحليل، هاي بي اتش وهاي اللود اثنين. سيجما اف على المحور المائل تساوي زيرو، فبي اتش تساوي اثنين بس بالسالب، معناته بي اتش كومبريشن بس. اما هون ما في لود خارجي، فانا بطبق هاي الاف دي، سيجما اف على المائل هذا يساوي زيرو، اذا اف دي تساوي زيرو. فهي الفكره، ليش هون مش زيرو وليش هون زيرو؟ انه في لود خارجي، عشان هيك اللود الخارجي مهم. فهي اثنين كومبريشن. طيب نيجي هون على امثله زي هون، هذا المثال. بتطلع مثلا هاي 400 تمام، وهاي بي اي، وهي طالع منها وطالع منها، هسه هاي مش زيرو بس تساوي قيمه ال 400، هاي ال 400 طالعه من الجوينت بي، اذا هاي البي اي 400 تنشن. طيب ليش مش زيرو؟ لانه في لود خارجي، لو ما في لود خارجي خلص مشت الامور. تيجي لهون طلع الزاويه بينها مش 180 بس في رياكشن، معناته هاي مش زيرو وهاي مش زيرو، خلص ما بفكر. نفس الطريقه هون، بس هون في رياكشن وهون في رياكشن، فبتلاحظ انه هذا على استقامة هذا وهذا على استقامة هذا، فالمنبر هذا يساوي قيمة الرياكشن اللي هون والمنبر هذا يساوي قيمة الرياكشن اللي هون. يعني برضه بقدر أوجد المنبرات على النظر إنه بيساوي قيمة الرياكشن إذا كانوا نفس الاستقامة، بس هون لا مش على نفس الاستقامة. ليش؟ لأنه في واحد طالع منهم، فقيمة الـ AH ما بتساوي قيمة الرياكشن لأنه في منبر مايل. إذا هذا طلع زيرو أقول لك AH تساوي الرياكشن والـ AB تساوي الرياكشن. فهون بلاحظ إنه DC ودي اي زاوية بينهم مش 180 وما في لودات، معناته هذا صفر وهذا صفر، لغيتهم مسحتهم من الرسمة. بتيجي لعند اي بتلاحظ انه عليه واحد اثنين بس ما في منبر هون، معناته برضه هذول زيرو. شوفوا هذا المربع كامل انمسح من الرسمة. تمام نيجي هذا رياكشن، تمام طلعوه، هون في منبر طالع، معناته ايش؟ هذا المنبر قيمته زيرو. ليش؟ انه هذا على نفس الاستقامة وهذا منبر طالع منهم، هذا مسحته. برجع على الجوينت اي بلاقي 1 2 3 ما صفر، برجع على هذا الجوينت 1 2 3 ما صفر، بروح على الجوينت اتش هذا صفر وهذا صفر، صفرتهم. فشوف التراس كيف قلب بس زي هيك وزي هيك. قيمه الرياكشن باخذ جوينت ميثود، طبعا باخذ المومنت عند الاي بطلع قيمه البي، باخذ سيجما اف اكس بطلع قيمه الاي اكس 800 ساين 30 واي واي وكذا بطلع قيمه الرياكشن. باخذ جوينت اي هذا مجهول وهذا مجهول، خلص السؤال. باجي لهون هذا مجهول وهذا مجهول، حليته. باجي لهون هذا مجهول، حليته، خلص السؤال. باجي هون هذا مجهول، حليته. حتى هذا لا معلوم اصلا قيمه الرياكشن. اي هذا المنبر اللي هون نفسه قيمه الرياكشن. فشو كيف تعمل مع الترسات؟ بس ممارسه كيف تحدد الزيرو فورس منبر. يعني انت هون للوهله الاولى راح تحكي لي بس هذول اصفار، بقول لك لا، في عندك برضه هذول، لانه لما هذول لغيتهم من الرسمه بنفس الطريقه هون. بنفس الطريقة هون. هذا ها اشوفكم احلى هذا التراس. هذا طالع هيك طالع هيك، اذا هذا زيرو. نفس الطريقة هذا هيك وهذا هيك، وهذا المسح بصف هذا طالع هذا زيرو. باجي لهون هذا هيك وهذا هيك، هذا المسح بظل هذا زيرو. بنفس الطريقة هذا زيرو، فظل التراس بس هاي الجوينتات هذا المنبر طلعه. القلب لترس ثلاث منبرات، للوهله الاولى بتحكوا عنه هذا مليار هاي، غير هيك مش هذا صفر؟ تمام؟ هذا صفر، فشو صفه عند الجوينت دي؟ عندي هاي وعندي هاي، وعندي سي دي وعندي دي اي، فبقول لك مباشره دي اي قيمته 500 تنشن وسي دي 700 تنشن، لانه هذا طالع من الجسم، فانا مباشره برضه طلعت المنبر دي اي وطلعت المنبر سي دي. يعني شوفوا قديش حليت السؤال، وبرضه هون رياكشن اي بطلعه من سيجما مومنت عند الاي. بقول لك رياكشن اي او المنبر اي دي بيساوي الرياكشن على ساين الزاويه هاي.
يعني التراست لما تمارسه كثير 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 بس تقدر تحله على الي حاسبه. وانا صدقا في تراستات بحلهم على الي حاسبه زي هذا، ما في داعي ان احله امسك ورقه واغلب حالي بورقه، كل اللي جوه صفار، هذا بيساوي هذا وهذا بيساوي هذا، والرياكشن هون سيجما مومنت عند الاي راح يكون عند 700 في 4 تقسيم 6، بطلع قيمه الرياكشن عند اي، فالرياكشن عند اي بيساوي اي جي على ساين الساين. بس هون هذا صفر وهذا صفر، فهذول انمسحوا، هذول على نفس الاستقامه برضو هذا صفر برضو هذا صفر، فالترس هذا كله زيرو فور، هذا مش ترس اصلا، ان ستيبل صفر. لا لا هاي مش زيرو، هذا مش زيرو، 600 مش متبع فورس. طيب هون ترس ساعات هذا نفس الفكره، مثلا صفر هاي صفر هاي فصفر ترس، بس هذول المنبرات ثلاث. طيب حلينا كثير على الفورس منبر، حلينا على جهات مثال. ها مثلا دكتور ياسر كان يجيبه سنوات يقول لك وجد لي الفورس بالمنبر اتش جي. طيب اتش جي كم بتساوي؟ اروح احل كل تراس؟ لا، خذ الجوينت اتش في عليه اتش جي مايل. اتش جي شو الزاويه المايل فيها؟ مايل بزاويه عباره عن تان انفرس ل 12 على 30، تمام؟ فهاي تحليلها اتش جي، وهي الاثنين كبس، فهذا هذا المنبر بيساوي كومبريشن لهذا الاشي على كوساين الزاويه اللي راح اطلعها من هون. ففي شغلات للممارسه، اما بدون ممارسه راح انت اول ما تشوف التراس هذا تحكي هاي زيرو، تمام اتفقنا، هاي مش زيرو لانه في الوقت خارجي. راح تيجي تحكي لي هون طيب هاي توجد الجوينت ميثود مباشره، بقول لك طلع الزاويه هون، تطلع مع زاويه ميلان هذا، اقسم مع كوساين الزاويه بيطلع معي قيمه المنبر. طيب طلع اخر موضوع بالشابتر، هم هذا الموضوع يعني، بس احنا راح نشرح موضوع السكشن ميثود، ما راح نبلش بالفريمز طبعا. مثلا على السريع هون شو نكبر الشاشه، راح اقول لك انه هذا صفر وهذا صفر، بس هذا صفرتهم في اي بتساوي قيمه العشره، فهي 10 تنشن. شوف كيف قاعد بطلع المنبرات، بسهل على حالي قبل ما احل السؤال. زيرو زيرو 10 تنشن، طيب 0 0 10 تنشن، طيب شو صف علي؟ صف علي هزت احل بايدي بدي اصير شاطر. اما من النظر قدرت اوجد قيمه منبر منبرين ثلاث اربع خمسه سته، اوجدت ست منبرات على النظر. وبرضه لو اوجدت رياكشن جي بقدر اطلع قيمه الاتش اي، ومباشره بقدر اطلع قيمه هذا المنبر، هذا نفس قيمه هذا لانه مع نفس الاستقامه ما في شيء خارجي. بس هون لا، مش ما راح يساوي هذا لانه في عندي هذا وهذا مجهول، اصلا ما راح اقدر احله لانه انت مجهول مجهولين، لا بقدر احله. هذا معي وهذا معي، هذا مجهول وهذا مجهول، باخذ جوينت اي بحلل الزوايا بيطلع معي الترس. بس طويل هذا السؤال. هذا نفس الشيء الاي سي عباره عن 900 كومبريشن، الدي اي بتكون 600 على ساين الزاويه، على ساين الزاويه هاي، تمام؟ ايش كومبريشن برضه؟ سكشن ميثود. السكشن ميثود هي تقريبا زي طريقه الجوينت ميثود، لا مش نفسها طبعا، هذا مش صح. طريقه السكشن ميثود مش زي طريقه الجوينت ميثود. السكشن ميثود تستعمل للترسات العملاقه، يعني اللي فيها اقل شيء 15 منبر، 15 منبر فيش داعي اوجدهم، عشان هيك السؤال بيطلب مني بس ثلاث او اربع منبرات، فانا بطلب دائما السكشن المطلوب. بس في عندي قاعده انه عندي انا ترس مثلا زي هيك، تمام؟ ترس زي هيك، وقال لي اوجد قيمه الفورس بالمنبر هذا، فانا ما في داعي اوجد هذا واوجد هذا واخذ جوينت ميثود، لا. كيف بوجد هذا مثلا؟ بقول بقطعه، بقطعه زي هيك، باخذ سكشن معين، باخذ الجزء اليمين او باخذ الجزء اليسار، الاسهل لي، تمام؟ طيب هاي شغله. ثاني شغله انه لما اقطع ما بصير اقطع المنبر مرتين، يعني انا ما بصير اروح اخذ لي سكشن زي هيك، ممنوع السكشن هذا ممنوع اخذه مرتين. عشان هيك قواعد السكشن ميثود، اقطع المنبر اللي بدك اياه وامشي. او مثلا لا بدنا نشوف مثلا بعدين نشوف مثلا هون. طيب ولا شيء نكمل. هذا سؤال قال لي اوجد الفورس بالمنبر جي اي جي سي بي سي،
طبعا هسه بالاونلاين ما راح يحكمك هي طريقه جوينت او سكشن، بالعكس اصلا في برامج الحين ما راح يحكمك سكشن او جوينت. فانا مباشره لما اشوف طلع بده المنبر جي سي، طب جي سي هذا بالنص، بدي اروح هون وجدت منبر هذا تكون هذول مش زيرو، طلعوا هسه بدنا نصنف الزيرو فورس منبر، مش راح ناخذ الا هذا بس زيرو فورس منبر. تمام تمام طب هذا زيرو فورس منبر بس، طيب انا بدي اوجد الجي اف، اروح اخذ الجوينت ميثود واطلعها بعدين اجي هون، او بعدين اجي اخذ هاي واوجد هون، راح تكون لي زنخ طويل. فلا زي هيك خذ سكشن، خذ سكشن، خذ سكشن منبر بدك تقطعه. شو هو حكى لي؟ اقطع جي اي، هاي جي اي وجي سي وبي سي، هذول اقطعهم، اقطعهم الثلاث سوا، هين قطعتهم. شو بعمل؟ باخذ الجزء اليمين او اليسار، برجع برسم الترس مره ثانيه، بدي اخذ مثلا الجزء اليسار، في عليه هيك وعليه هيك وعليه هيك، بعدين هذا قطعته بيطلع منه لود، اي شيء بقطعه بيطلع منه لود لود لود. طيب دقيقه بس شوف من البعض. فهاي جي اي، هذا قطعت المنبر جي اي، وهذا قطعت المنبر جي سي، وهذا قطعت المنبر بي سي. طيب شو في عليه لودات من هاي الجهه؟ ما في الا الرياكشن، رياكشن اي واي، رياكشن اي اكس، هاي كم قيمتها؟ 400، وهاي قيمتها بدي اطلعها اي واي، مش عارف كم تطلع اي واي، خلينا نشوف ايش تطلع. 300 تساوي 300. طيب كيف بدي احل هذول؟ بكل بساطه، كم هي المسافه؟ 4 متر. تمام، هذول قطعتهم، ما في مسافه هون، مشان احل هذول الثلاث منبرات طبق معادلات الاتزان، يعني كل سيجما اف واي تساوي زيرو، راح تكون لي في عندي 300 ناقص جي سي. بس هي ايش بحللها؟ جي سي 4 و3 5، فتحليلها بتكون كم؟ 3 5 تساوي 0، فبطلع قيمة جي سي. بعدين خذ سيجما مومنت هون، خذ سيجما مومنت هون، بطلع البي سي، بقول بي سي في كم؟ في 3 زائد، طبعا بي سي سالب الاي واي اللي هي 300 في 3، بعدين الرياكشن الافقي 300 في 4 هاي، بعدين اكتمل مع عقارب الساعة شوف سالب 400 في كم؟ في 3 تساوي 0، فبطلع قيمة البي سي. بعدين البي سي طلعتها ومعي الجي سي، باخذ سيجما اف اكس بطلع قيمة الجي اي، بطلع قيمة الجي اي. اي هسه انا كله بفرض تنشن، فاللي بيطلع موجب تنشن بيطلع سالب كومبريشن. طيب هاي أول مثال سهل، هذا مثال صعب. حكى لي أوجد المنبر بالفورس سي اف، بس بده المنبر سي اف لحاله. تمام، فشو بعمل أنا؟ بقطع، بحاول آخذ، يعني ليش أجي أقطع له هيك طلعه؟ لا، باخذ سكشن سهل، خلص باخذ سكشن هيك. فهذا لما أقطعه راح يطلع لي منبر، هذا المنبر راح يطلع لي، هذا المنبر راح يطلع لي، هذا المنبر. تمام، عندي بدي اخذ الجزء اليمين او اليسار، باخذ الجزء القصير، هاي اليسار. في عندي هون رياكشن اي طلع معي 4.75، وعندي هاي 3، بس هيك. فانا كيف بدي اوجد المنبر سي اف؟ كيف بدي اوجد المنبر سي اف؟ لو انا اخذت المومنت عند اف باخذ بوجد المنبر سي دي. طيب لو بدي اخذ سيجما اف واي عند الجي اف مجهول، فانا كيف بدي احل هذا السؤال؟ طيب في عندي طريقتين لحله، في طريقه تشابه المثلثات وانا هاي ما بفضلها ابدا، وفي طريقة ثانية إني أحلل. كيف أحلل؟ بكل بساطة، هاي هيك مثلث صح؟ راح تقول لي المنبر جي اف بيعمل لي زاوية مقدارها تان الانفرس 2/4. تمام؟ هاي الزاوية ثيتا، هاي تساوي ثيتا. فأنا بقول جي اف كوساين ثيتا وجي اف ساين ثيتا، حللتهم مجهولة ما بعرف كم. تمام، بس لو اخذ المومنت عند اف بقدر اطلع قيمه ايش؟ بقدر اطلع قيمه سي دي. طلعت قيمه سي دي، اتفقنا. بعدين لو اخذ المومنت عند السي، السي بعد السكشن، بس السكشن عندي هيك انا،
بس بقدر اخذ نقطة على امتداد السكشن، هاي قاعدة. لو اخذت المومنت عند سي هسه، هاي تحليلها هيك وهذا المنبر تحليله هيك، بقدر اطلع قيمة المنبر ايش؟ بقدر اطلع قيمة المنبر جي اف. طلعت قيمة المنبر جي اف، فشو ضل عندي؟ ضل عندي السي اف سيجما اف اكس تساوي زيرو. بقدر اطلع سي دي طلعتها، جي اف كوسين الزاوية طلعتها، سي اف كوسين الزاوية هاي طلعتها، بطلع قيمة السي اف. تمام. يعني هذا سؤال صعب ليش؟ انه كله تحليل، بحلل المنبرين وباخذ نقطة على امتداد السكشن، سكشن هيك عندي، بس بقدر اخذ نقطة هيك هيك، فهاي بتصفي هاي المجهولة. بس طبعا ما ننساش القوة الخارجية. طيب هو كيف حاله؟ حاله تشبه المثلثات، انه ماخذ نقطة على امتداد السكشن زي هيك وهاي زي هيك، فطلع احداثيات هاي. فلو اخذ المومنت عند هاي النقطة ما في عندي ولا مجهول من لأن أنا قطعت شو المنبرات اللي عندي؟ عندي هذا وعندي هذا وعندي هذا. فلاحظ إنه بس عندي هذا اللي راح يعمل لي مومنت، هذا راح يصفر وهذا راح يصفر. تمام. فهذا المومنت حلله وأخذ المومنت عنده، فأنا بقدر أحلها. بس أنا شو بتصفي علي؟ كيف أوجد هاي المثال؟ تشابه مثلثات، أنا ما بحبها، طرق واحد بحلل وأمشي. طيب هاي حالتين السكشن ميثود، ظل كمان حالتين. قلنا الحالة الأولى تشابه المثلثات، هاي تشابه المثلثات، والحالة الأولى عندي هاي السهلة. في عندي حالة طبعا هاي هذا من حالات تشابه المثلثات برضه، أو إنه بحل الطريق لحلتها. في سؤال في حالتين، الحالة إنه مثلا إن شاء الله تكون هذا السؤال عشان ما أضلش أدور عليه. هذا طالب مني المنبر LK، وين LK؟ هاي LK. طالب من المنبر مني KC، وطالب مني CD. تمام. هذا بقطعهم الثلاث هيك خلص، بمشي بحل وبمشي. طيب بدي اشرح السؤال، في سؤال ثاني ان شاء الله الاقيه. تمام نقولها. هذا السؤال طالب مني المنبر دي سي، طالب مني الاتش سي، وطالب مني الاتش اي. وين اتش اي؟ هيو لا هيو هون. تمام. فرضا اجى حكى لي لا مش هذا السؤال حكى لي اوجد هذول. هسه هذول بوجدهم بالسكشن ميثود. تمام. عادي بقطع المنبرات الثلاث، انا بقطعهم وبحل. اتعلمنا كيف نحل. راح يطلع مني هون فورس، راح يطلع مني هون فورس ايش لما اقطع واخذ الجزء اللي تحت؟ عندي هذول قطعتهم هيك صح، راح يطلع معي فورس هيك فورس هيك فورس هيك. خذ سيجما مومنت هون بتطلع ال اتش اي، خذ سيجما اف واي بتطلع قيمة ال اتش سي، خذ سيجما اف اكس بتطلع قيمة ال سي اتش. تمام. انا هيك طلعت الثلاث منبرات. طب فرضا الدكتور ما طلب هذول الثلاث، يعني هو طلب مني هذا المنبر ال اتش دي، طلب مني ال اتش دي. طب هذا كيف بدي اطلعه؟ راح تقول لي احل 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 واوجد جوينت ميثود؟ لا، بقول لك كمل، انت اوجدت هذول الثلاث. تمام. طيب هسه هذا صار معي. تمام. خذ الجوينت دي، خذ جوينت ميثود، يعني انت هسه تصير تخلط الجوينت ميثود مع السكشن ميثود. هذا الجوينت دي راح تقول لي عليه سي دي فرضا طلع تنشن، وعليه اتش دي، وعليه ايش؟ دي اي. خذ سيجما اف واي هذا حلله، بيطلع قيمه بدلالة بعض. فالحاله اللي انا بدي احكيها انه مش شرط، انه انا مش شرط دائما نستعمل السكشن ميثود، لا بقدر استعمل سكشن وجوينت سوا اذا تطلب المنبر اني ما اقطعه. يعني انا طلب مني هذا وهذا وهذا، والفرع الثاني طلب مني هذا. طب انا كيف بدي اقطع زي هيك؟ العب دائره؟ لا، بقطع زي هيك بوجدهم بعدين باخذ جوينت ميثود هون. عادي هاي بنفس الطريقه هون. لو طلب مني المنبر هذا وانا ايش معطيني؟ اطلب هذول، فانا هذول بقطعهم بعدين باخذ جوينت ميثود هون. تمام. او باخذ جوينت ميثود فوق، قصدي فوق، لانه هذا معي وهذا معي، صفي مجهول عندي هذا وهذا. ها الحاله الرابعه اللي هو الكيترس. كيترس هاي الاخيره طبعا هيك الترس بيخلص. الكيترس شلون موجود هون؟ راح هذا كيترس، بس احنا ما بدنا هذا المثال. طيب بس مدري الكيترس ها
هذا الكيتروس. كيتروس يعني تراس، المنبرات له على شكل حرف الكين، لاحظوا كين كين حرف الكين. هذا لو بدي احله، هذا لو بدي احله بحله بسكشنات معينة. يعني هذا مثلا طلب من المنبر كي جي وسي دي، طلب من اللي بالنص. هسه هذا لو بدي اقطعه زي هيك مش راح اقدر اوجد ولا اشي. هاي قطعت، شو بدي اجي عليه؟ هاي هاي المنبرين ما عندي بلشت الاشي. زي هيك زي هيك بعدين راح تقول لي راح يطلع منه فورس زي هيك، فورس زي هيك، وهذا الاثنين طبعا. تمام. هسه لو اخذ المومنت هون ما راح استفيد شيء، في عندي هذا المنبر طالع. كان غلطان بالسكشن، زي هيك. في هون طالع زي هيك لسه، هون هذا هيك، هذا هيك، هذا هيك، هذا هيك. هذا السكشن ما بستفيد منه، فبرجع بقول لي الكيتراس ارجع اقطع سكشن ثاني بالشكل زي هيك. هذا هذا اللي فوق هذول ما بفيدوني، وهذول مش مقطوعين، فبقدر اطلع الكي جي وهاي، وهيك بخلص السؤال. كيف طريقة حله؟ خلينا نجيب حله من هون لأني تقريبا طلعت. طيب شو رقمه؟ 53. هذا التراس قال لي أوجد قيمة المنبرات كي جي، قيمة المنبرات ان جي وان دي بس، والسي دي والسي دي. طلب مني هذول اربع منبرات، بس هذول مشان اوجدهم بقول لك اقطع قطعين، قطع عمودي وقطع على شكل حرف الكي. ايوه قطع العمودي شو بستفيد منه؟ هسه نص من السكشنات اوجد الرياكشن طبعا. ايوه القطع اللي من حرف الكي بقدر لو اخذت المومنت عند الكي بقدر اطلع السي دي، ولو اخذت المومنت عند السي بقدر اطلع الكي جي. طلعت المنبرين العموديات، طب المنبرات اللي بالنص كيف اوجدهم؟ من القطع العمودي بس هذول معي صاروا، ظل اللي بالنص، اللي بالنص كيف اطلعهم؟ سيجما اف اكس سيجما اف واي، معادلتين المجهولين بنحل السؤال، اللي هي معادلة سيجما اف اكس هيها، معادلة سيجما اف واي هيها، بحلهم بخلص السؤال. ففكرة الكيتراس انه له قطعين، له قطعين، يعني هذا هذا التراس اللي هون، هذا التراس برضه على شكل حرف الكي بس مقلوبات. ايوه ها طلع مقلوبات. فهذا مشان اوجد السكشن له بقول لي نفس الشيء، اقطع هيك واقطع هيك، وباخذ الجزء اليمين او الجزء اليسار، واخذ الجزء اللي فوق. ليش؟ ليش اخذ الجزء اللي فوق؟ لانه اللي تحت بده رياكشن. ليش اقلب حالي اوجد الرياكشن؟ لا، باخذ السكشن اللي فوق وبهتمش للرياكشن. يعني اخر اخر شيء بنحكيه بالترس بالسكشن ميثود. لو انا هذا الترس طلب مني اوجد الفورس بالمنبر بي سي والمنبر سي اف والمنبر اف اي، هسه انا بدي اخذ سكشن، اخذ اليمين ولا اليسار؟ راح اقول لك خذ اليمين، ابعد عن الرياكشن. دائما لما تاخذ سكشن ميثود ابعد عن الرياكشن. ليش؟ الرياكشن ممكن تكون غلطت فيهم، ممكن ما تعرف توجدهم، طلعوا بالنات ما راح اعرف اوجدهم الا اوجد كل المباريات قبل. تمام، فابعد عن الرياكشن، فانا باخذ الجزء اليسار. هيك الترس انتهى. زيرو فورس نمبر خلصناه، جوينت ميثود خلصناها، سكشن ميثود خلصناها، فريم والمشين ان شاء الله نشرحه مع تشابتر 7. هل عنده اي سؤال؟